أهلين يا عمي والله. إن شاء الله ما أموت لأشوفك متجوزي. الله يبعث لك زلمة يكون ابن حلال. شو ناوي جوزك مرة تانية؟ رجعت فريدة شعبور رجعت طول الوقت وأنا بالطيارة عم فكر إني رح أفتح الباب لقيكي هون عم تدخني تشربي عرق. ماما ليش تركتيني ورحتي؟ ليش؟ فريدة أنا اتطلقت بس ما بقدر أقلك ليش. هذا سر، سر راح أحتفظ فيه مثل ما احتفظتي بسرك. اشتهيت لمنصور، اشتقت له كتير يا فريدة. لو تعرفي قديش كنت عم تعذب وانا بين ايدين رجال تاني. لك بدي احكي لك قصص كتير، لك لسه بدي احكي لك. عم تسمعيني فريدة؟ عم تسمعيني؟ وينك؟ على محلك على الولد. حبيبي يا ماما. لا شو بده يصير له شي بقى؟ الله يوفقك. الو، كيفك ابو عرفان؟ انا ليال. اهلين ليال. اهلين ابو عرفان. صار لي اسبوعين عم دق لابو خالد وتليفونه عم يطلع خارج التغطيه. بتعرف وينه؟ مجون، ما بنعرف وين. شو؟ ليش شو عامل؟ هو بريء، مو عامل شيء اساسا. لو عامل شيء انا ما برت اسمي.
طيب هو وين مسجون؟ ما عم نقدر نعرف، ما عم نلاقي حدا يساعدنا. بتعرف شو تهمته؟ تقرير انه عمل عن مسلحين. ايه طيب يلا ماشي باي. وانا اللي عم فكر كيف بدي اخلص منك يا ابو خالد. بتقري هالحياة بتاخد كل شي بلمحة بصر. الحقيقة أنا من أول ما وصلت على القاهرة وأنا حاسة بسعادة غامرة لمجموعة أسباب. أول سبب أنه أنا رح ألتقي بزملائي كبار الأدباء المصريين الموجودين هون، رح استفاد من تجربتهم عن قرب وهي شغلة بتسعدني كتير. تاني سبب أنا حابة كتير أني شارك الشعب المصري الشقيق بفرحته بثورة 30 يونيو بإسقاط حكم الإخوان. ولا دمك ما راح يكفيني يا حربي.